تنساش تشترك في القناة ديالنا وتفعل زر الجرس باش توصل بجديد فيديوهاتنا، وشكرا لك. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. فكيف كتعرفوا، بعد إجراء التعديل الحكومي مشاو وزراء وجاو وزراء. بالنسبة للمصير ديال الوزراء المغادرين اللي عفاهم الملك محمد السادس بعد 3 سنوات هما في الحكومة، وكان منهم حتى وزير الصحة اللي كان من 2019. فبعد الإعفاء أو الإقالة أو الاستقالة، قد تصرف الحكومات دائما المتعاقبة المعاش الاستثنائي على كبار المسؤولين وعلى هذا الوزراء، هو البند اللي كيتنص عليه دائما في قوانين المالية تحت اسم التحملات المشتركة. كيزيد المبلغ أو البند المخصص لهذا الشيء على 50 مليار سنتيم لأزيد من 500 شخصية من عالم السياسة والرياضة، وهي اللي كيف كتعرفوها الفلوس راه جاية من جيوب المواطنين دافعي الضرائب. فمنذ أن سن الملك الراحل الحسن الثاني واحد الظهير ديال تعويض الوزراء السابقين اللي كانوا في الحكومة، فبقى هذا القانون ساري حتى الآن. بالنسبة للوزراء اللي غادروا الحكومة ديال أخ نوش في هذا التعديل الحكومي، فغادي يحصلوا على تعويض ثمين أولي كيساوي 10 أشهر من التعويضات الشهرية. فلا حسبنا بحساب بسيط، الوزير كيشد ما بين 6 حتى 7 ديال المليون، فضرب 7 في 10 كتعطيك ما بين 60 حتى 70 مليون. غادي ياخدوها بعد هذا تعويض أولي، هذا تعويض عن نهاية الخدمة، 60 مليون ولا 70 مليون لكل واحد منهم، على حسب ما كينص عليه الظاهر الشريف ديال 1975 المتعلق بوضعية أعضاء الحكومة وتأليف الدوين ديالهم. إلى جانب ذلك، فالوزراء اللي غادروا غيبقى عندهم الحق في معاش تقريبا 40 ألف درهم. وهكذا فاللي غادروا الحكومة كيف كتعرفوه هما 8 ديال الوزراء: خالد أي طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، شكيب بن موسى وزير التربية الوطنية اللي مشى كيف كتعرفوا مندوب سبيل التخطيط، محمد الصديق اللي كان وزير الفلاحة والصيد البحري، عبد اللطيف الميراوي اللي كان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومحمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك، عواطف حيار وزير التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ومحسن الجازولي وزير الاستثمار والالتقائية، غيتم الزور وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. إذا كيف قلنا، يحق للوزراء وفق ما ينص عليه القانون الحصول على تقاعد استثنائي بنحو 4 ديال المليون بالنسبة للعاطلين في حال توفرهم على دخل شهري، يعني عندهم شي صالير خر ولا خدمة أخرى، كيلتمس منهم على أنهم يعمروا واحد الاستمارة سنوية باش يحصلوا على الفارق. كيدير واحد كيعمر واحد الاستمارة وكيدير واحد ديكلاراسيون لونور كيقدموا رئاسة الحكومة كل عام، كيقول لهم مثلا أنا كنربح مثلا 1.5 مليون ولا 6 مليون عندي خدمة، فالفرق كتخلصوا لهم ميزانية الدولة. مهم إذا كان كيشد فوق 4 المليون من الخدمة ديالو راه ما كياخد لا تقاعد لا والو. إذا كان كيشد من تحت مثلا أستاذ جامعي كيشد 6 مليون سميتو، راه كيدير لهم الورقة وكتبقى الدولة كتعطيهم الفرق ديال 6 مليون. هذا هو القانون في المغرب، كيلتمس منهم هاد الاستمارة باش يثبت الأجر قصد الحصول على الفارق لإتمام 4 ملايين، باش يحافظ الوزير على مركزه الاجتماعي وسط أقرانه وأسرته ومحيطه، ويستمر في العيش بطريقة سلسة. الله يجعله يدوز عام في الوزارة، فيقدر بقى جالس في دارهم وتبقى تجي 40 ألف درهم حتى يموت، من غير لا كان شي معاش استثنائي بحال الحالة ديال بن كيران اللي كيشد دابا 7 المليون، واللي كان عطاها لي الملك محمد السادس كمعاش استثنائي لأنه كان رئيس حكومة. من جهة أخرى، 5 ديال الوزراء اللي تعينوا كانوا أعضاء في البرلمان أو كانوا برلمانيين، فعلى حسب ما كينص عليه القانون ديال باش لتجنب حالة التنافي، لأن القانون ما كيسمحش على أن تكون وزير وبرلماني في نفس الوقت. فلهذا إلا كان شي برلماني تعين وزير ولا كاتب دولة، فأوتوماتيكمون ما كيبقاش برلماني وكيخوي المقعد ديالو البرلماني، ولكن ما كتجراش انتخابات، فكيجي هذاك اللي كان معاه في اللائحة في نهار ترشح، نهار صوتوا عليه الناس كانت لائحة، فهذاك اللي كيجي وراه الا كان هو مثلا كان هو اللي يتصدر اللائحه، فهذاك اللي كيجي الثاني هو اللي كياخذ المقعد ديالو. يعني الوزير غادي يمشي ياخذ سالير، وكنعطيو عاوتاني واحد اخر حتى هو يطلع ياخذ برلماني من نفس الحزب
كياخد حتى هو 35000 درهم شهريا. فمثلا عندنا عبد الصمد قيوح اللي تعين وزير النقل واللوجيستيك، غادي يشغل المقعد ديالو عند دائرة تارودانت الجنوبية. وكاين عمر حجيرة المعين كاتب دولة مكلف بالتجارة الخارجية عند دائرة وجدة أنقاد، حتى هو غادي يخوى المقعد ديالو. أديب بن إبراهيم لتعين كاتب دولة مكلف بالإسكان عند دائرة الرباط شالة، وهشام صابري لتعين كاتب دولة مكلف بالشغل عند دائرة بني ملال، والحسن السعدي المعين كاتب دولة مكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي التضامني عند دائرة تارودانت الشمالية. إضافة إلى ذلك بعد هذه التعيينات غادي يوقع واحد تغييرات في البرلمان أيضا، لكن من هذوك اللي تعينوا كان رئيس فريق، بحال مثلا هذاك عمر حجيرة ديال حزب الاستقلال كان رئيس فريق ديال الحزب ديالو بالبرلمان، فغادي غادي يعاودوا ينتخبوا البرلمانيين بيناتهم وغادي يعينوا رئيس فريق، وحتى ديك رئيس فريق راه عنده زيادة على في التعويضات، ممكن تكون رئيس فريق وعاد رئيس لجنة ولا نائب رئيس مجلس النواب. المهم حد كتشد بوست في المكتب ديال المجلس فكيتزادك او تاني تعويض اعتقد وشي 7000 درهم ولا شي حاجه. وايضا قيوح من غير على انه كان برلماني فراه كان الخليفه الثاني او النائب الثاني رئيس مجلس النواب، حتى هو خصهم ينتخبوا بديل ليه اللي غادي يشد حتى هو البوست ديالو من حزب الاستقلال، وحتى هو غتزيدوا التعويضات كيف قلنا. وتزامنا ايضا مع مناقشه مشروع قانون الماليه 2025 اللي كتجرى في اللجنه ديال الماليه والتنميه الاقتصاديه، هاد اللجنه اللي كان كيرأسها الحسن السعدي اللي ولا دابا كاتب دوله لدى وزاره السياحه، فعلى حسب القانون غادي يترأسها مؤقتا النائب الاول ديالو احمد العبادي، في انتظار بعد الزياره ديال الرئيس ماكرون اللي غادي يلقي خطاب اعتقد يوم الثلاثاء في البرلمان. فمن بعد غادي يتجمع البرلمان في جلسة عمومية باش ينتخبوا شكون اللي غادي يخلف الحسن السعدي في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية. المهم اللي ولا وزير بصحته التعويل الجديد، اللي خرج بصحته لا روتريت، والبرلمانيين الجداد اللي طلعوا تما بصحتهم تعويضات، وهذا الشيء اللي كينص عليه القانون في المغرب. إذا كانوا الغاو تقاعد البرلمانيين فاش باقي كيدير تقاعد الوزراء؟ فلا يعقل أن الوزارة خصها تكون مهمة وليست مهنة. أنت كتجي كتقدم مهمة كتاخد صالير وأنت خدام، ما كتساهم حتى شي صندوق ديال التقاعد، علاش كتاخد تقاعد؟ نعطيوك مثلا داك صالير نهاية الخدمة، تعويض نهاية الخدمة، تاخد واحد البركة والله غنقولوها يعني نقدروا نقبلوها، ولكن علاش تبقى تاخد لا لوطيط 4 مليون كل شهر؟ دابا المواطن العادي اللي كيخدام كيقطعوا ليه لا سينيسيس كيقطعوا ليه كدا، كي اللي داير لا سيمير كي اللي ما دايرهاش، كتجي في الاخر ملي كيطلع عايش سميتو كتشد حتى 3000 درهم ما كتجيش ولا 4000 درهم، بلا ما نهضروا على اللي كيشد مسكين 1000 درهم و1500 و2000 داكشي ما نهضروش عليه. واحد خدم عام ولا خدم 3 سنين غيبقى يشد حياته كامله 4 مليون، باي حق هذا؟ نساش تشارك في القناة ديالنا وتفعل زر الجرس باش توصل بجديد فيديوهاتنا، وشكرا لك.